حمام ترابي يا الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله متابعي الكرام، متابعي قناة في الحوزي تي في وزبنائنا الكرام في شتى أنحاء المغرب. إخوان جينا نقدم لكم واحد جوج أنواع ديال الشرابات جداد. الموديل الأول كيهز 5 لتر هو هذا، كيهز عفوا 4 لتر. بالنسبة للشيء الجديد فيه هو أنه فيه هذا الغطاء اللي هو كيضلل، أول حاجة كيضلل على الماء، ثاني حاجة أنه ما كيتفادى يعني مسألة البزق يعني الفلالس، واخا يطلعوا هنا ما تيبزقوش على الماء كما كتشوفوا. وثالث حاجه اللي فيه اللي جديده انك بلا ما تحل الشرابه كاين هاد الفتحه اللي كتعمر فيها الماء سهله، صافي كتعمر وتتسد يعني بلا ما تضطر تدور الشرابه بالطريقه التقليديه، يعني فقط تفتح من هنا وتتعمر. يعني طريقه سهله ولا كاليتي ديال هذه يعني ممتازه، هذا صنع اسباني. هذا الغطاء كما قلت لكم الاخوان يعني الحاجه الاولى انه تيضلل الماء، ثاني حاجه انه تيتفادى يعني البزاق وداك الشيء يعني التعفن ديال الماء، ويمكن لك تحطها في الارض يمكن لك تعلقها كما كتشوفوا فيها العلاقه. بالنسبه للنوع الثاني كيهز 20 لتر بالنسبه للدجاج الكبير، ايضا الكاليتي ديالها مخيره كما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل، وكيجيو معها الرجلين ديالها كما كتشوفوا، كيجي معها هذا الغطاء الجوان ديالو كما كتشوفوا، هذا الغطاء ديالو من الفوق، هادي دايرينها فقط على حساب الهزام. اما هي راه ما تتعلقش تحط في الارض لان اصلا عاليه من الارض. نركبوا ليها الرجلين ديالها يوم ثلاثة، هذا هو الشكل ديالها الاخوان كما كتشوفوا، رائعة وانيقة ايضا. هذا هو الشكل ديالها الاخوان، نحاولوا نجربوها مع الدجاج، فخليكم معنا وكملوا الفيديو الى الاخير. الطريقه ديال التحمر ديالها راه سهله الاخوان، من الفوق غير خاصها شي تيو ولا هذه، حنا غادي نحاولوا نكبوا غير هذه. هذا الريكلاج ديال الاخوان، قربنا هي بدات تعمر. هذا الريكلاج ديال الاخوان كما كتشوفوا، خاصها تكون مقاده
مية دابا سير كتعمر. دابا هي قادينها حبسات، وعندنا واحد الريكلاج هنا يعني واحد فحال الجوان تنطلعو تنهبطو واش يدوز الماء يعني بالجهد ولا غير بشويه. ننتظرو تجي 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 ليها. والاخوة الكنارة تشنو تيديرو لها تحيد خنصورو لكن الكنارة جات مزوينة. كل شيء الاخوان يشرب منها، الكنار، الدجاج، البيبي، كل شيء يكونوا غير كبار شويه لان الديماراج ما يشربوش فيها كما كتشوفوها عاليه. هادي الاخوان كما قلت لكم الطريقه ديال التعمار ديالها، يعني بلا ما نحتاجو نحلو هذا كامل، يعني ساهله تنقلبوها بحال هكا تنعمروها.